اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. النهارده ان شاء الله هتكون اولى مباريات النادي الاهلي في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا امام فريق المريخ السوداني. اكيد هنحتاج نتكلم مع حضراتكم وبالارقام وبالاحصائيات عن الفرقتين ما لهم وما عليهم. الكلام ده هيحصل مع دكتور احمد بيومي محلل الاداء اللي منور الدنيا في الاستوديو. صباح الفل يا فندم. صباح الفل على حضراتكم. اهلا بيك. عاملين ايه؟ الحمد لله تمام كله زي الفل. برد شويه، انا حاسه ان البرد جاي من بره، يعني هم كنا فاكرين التكييف قالوا لنا قافلينه صح؟ بس ده برده منعكس الاداء صح، هتحس ان احنا على كل حال. نبدا بقى مع حضرتك، ومعلش انا عايزه ابدا من فكره هنا الارقام التحليليه الخاصه بلعيبه الاهلي لو هنبدا بيها في المونديال، لان الارقام المفروض ان هي كمان ظهرت، فحابين ان احنا نعرف، لان في كمان عندنا لعيبه تميزوا جدا منهم كمان الشناوي، فخلينا نعرف. طبعا طبعا، هو يمكن الارقام اللي كانت في المونديال ظهر عليها بصوره واضحه الارقام الدفاعيه. الارقام الدفاعيه ظهرت بشكل كبير جدا مقارنة بالأرقام الهجومية، وده كان واضح في معدل التهديف في البطولة نفسها. يمكن لو استعرضنا أول جدول هنلاقي طبعا إحنا عندنا عدد الأهداف في البطولة أز توتال 12 هدف فقط. طيب ده مش معناته إن البطولة كانت ضعيفة، ده نتيجة نظام البطولة في العموم. بنظام البطولة أنت عندك النهاردة ممكن فرقة بتلعب مباراة واحدة بتطلع على طول على النهائي، نفس الكلام ممكن تلعب مباراه تلعب على قبل النهائي، فبالتالي اي فرقه بتنزل المباراه بتبقى عندها حذر دفاعي، تبتدي تقفل دفاعاتها علشان بقدر الامكان انها تطلع بالفوز، فده انعكس على المعدل التهديفي. في المقابل ظهرت الارقام الدفاعيه بشكل كبير. يعني برضو ممكن نستعرض الجدول الثاني، هنلاقي على مستوى اللاعبين اللي موجودين في البطوله هنلاقي عندنا هداف البطوله اللي هو طبعا اندري بيري لاعب نادي تيجرس جايب 3 اهداف. نفس الكلام في الترتيب الثاني عندنا طبعا ليفاندوفسكي لاعب البايرن جايب هدفين. اشترك بعد كده 7 لاعبين في المركز الثالث، 7 لاعبين هم اللي كل واحد منهم جاب هدف، منهم طبعا حسين الشحات لاعب نادي الاهلي كل واحد منهم جاب هدف. ده على مستوى الهدافين. على مستوى برضو التمريرات، انا ليه برضو ببتدي استعرض التمريرات؟ علشان عندنا عمرو السوليه ظهر بشكل واضح، كان ترتيبه الخامس، عامل 173 تمريره. عايزين نقول ترتيبه الخامس من 107 لاعبين، يعني عندنا النهارده بنتكلم عن بالظبط عندنا 107 لاعب لعبوا البطوله، لو شلنا كمان الستة حراس المرمى فهو ترتيبه الخامس، فطبعا ده ترتيب متقدم جدا. طبعا نخش برضو على رقم مهم جدا بقى عندنا اللي هو استخلاص الكره. ليه الرقم ده مهم؟ الرقم ده مهم دفاعيا. انت النهارده استخلاص الكره المقصود منها ان اللعيب بيبتدي يضغط على المنافس، بعد كده بيقطع الكره، وبعد كده الهجمه. فمش مجرد ان انا بقطع الكوره او بفسد الهجمات للمنافس، لا، انا المقصود من استخلاص الكوره ان انا ازاي استخلص الكوره من المنافس وبعد كده ابني هجمه بالظبط استفيد منها. ظهر ان عندنا اعلى 2 على مستوى البطوله كانوا من النادي الاهلي، يعني اعلى لعيبه عملوا استخلاص الكوره عندنا بدر بنون استخلص 25 كوره على مستوى ال 107 لاعب. عندك هو الاول في استخلاص الكوره. نفس الكلام ثاني لاعب ايمن اشرف استخلص برضو 25 كوره، يعني عندنا اعلى 2 استخلاص الكوره في البطوله از توتال عندنا بدر بنون وايمن اشرف. نفس الكلام محمد هاني كان ترتيبه الثامن. فاللي عايزين نقوله ان احنا دايما في العشرة المراكز الاولى في منهم النادي الاهلي كان موجود بالظبط بالظبط بالظبط. ندخل بعد كده برضو على قطع التمريرات، عندنا اللعيب اللي هو ترتيبه الاول اللعيب دييجو لاعب نادي تيجرس برضو كان قطع 23 تمريره. يدخل بعد كده في المركز الثالث برضو حمدي فتحي عمل قطع 10 تمريرات، يعتبر هو ترتيبه الثالث من 107 لاعب، برضو دي ارقام مميزه جدا دفاعيا. اكيد نيجي برضو لاخر رقم دفاعي اللي هو الالتحامات الدفاعيه. المقصود بكلمه الالتحامات الدفاعيه بقى دي مثلا متضمنه بقى استخلاص الكره، متضمنه الالتحامات الهوائيه، متضمنه الالتحامات الارضيه. اي التحام دفاعي النهارده بنلاقي ان عندنا حمدي فتحي ومحمد هاني وايمن اشرف محققين المركز الرابع، المركز الخامس، المركز السادس على مستوى ال 107 لاعب. فاحنا بنتكلم في ارقام دفاعيه النادي الاهلي ظهر بيها بشكل واضح جدا، وكان في تفوق واضح جدا. وبرده عندنا محمد هاني قدم بطوله اكثر من رائعه، بدا ان هو يقدر لعب عليه مراكز متقدمه جدا زي الاجنحه بتاعه البايرن، لعب عليه الاجنحه الدحيل في بدايه البطوله، كل ديت ادته خبرات. ظهر ان هو قدر يقطع اكتر من تمريره، قدر يستخلص الكره، فهو ظهر في البطوله بشكل واضح جدا. متميز فعلا محمد هاني. بالظبط بالظبط. ده كده بالنسبه. ممكن ندخل برضو على حراس المرمى في البطوله. أيوة. بالظبط حراس المرمى طبعا الشناوي مفيش حد يقدر يختلف على ادائه. الشناوي النهارده يعتبر اكتر حارس في البطوله تم التسديد الكرات عليه، اتسدد عليه 17 تسديده، صد منهم 15، دخل فيه الهدفين فقط.
تاني حارس اللي هو حارس تم تصويب عليه 16 تصويبه، صد منهم 11، دخل فيه 5 اهداف. الرقم بقى الاخير هو الرقم الطريف شويه اللي هو مانويل نوير، اتشاط عليه 4 تسديدات فقط، هو اقل حارس اتشاط عليه تصويبه. دول اللي عرفوا يوصلوه بالظبط اصلا. بالظبط ده كلام حضرتك صحيح في ايه؟ ان النهارده اتشاط عليه 4 تصويبات، ده يحمل معنيين، يا اما انت قدامك خط دفاع قوي جدا قادر ان هو يعمل بلوك لاي تصويبه، يا اما انت مهاجم على طول. بالظبط، يا اما انت فرقتك فعلا عامله هجوم على طول ضاغط، فما فيش فرصه ان الفريق اللي قدامك ان هو يجي عند حدود 18 بتاعتك. والحقيقه لم يختبر اصلا في كاس العالم للانديه، اللي تم اختباره فعلا واثبت جداره زي ما احنا بنتكلم الشناوي. الشناوي اتشاط عليه 17 تصويبه، هو اعلى معدل في البطوله كلها، وصد منهم 15 تصويبه. دي يمكن ارقام سريعه كده تواجد لاعبين النادي الاهلي من ضمن ال 107 لاعب اللي موجودين في البطوله، او اللي شاركوا فعلا في الملعب. احنا بنتكلم على 107 لاعب اللي فعلا نزلوا ارضيه الملعب. طيب حلو جدا. لو احنا بقى هناخد من المونديال نيجي على دلوقتي بقى الماتش بتاع النهارده، البعض بيقول ان المشاركه في المونديال والمجهود البدني والنفسي والذهني اللي كان موجود للاعيبه ربما هيؤثر على اللعب النهارده، والبعض الاخر بيقول لك ما عندناش الكلام ده، احنا الاهلي احنا بنقفل صفحه وبنفتح صفحه من تاني يوم على طول. فخلينا نعرف لحضرتك الموضوع التاثير على حته الاجهاد بيتوقف ان انا النهارده لازم يكون عندي استشفاء كويسه جدا، عندي تغذيه عاليه جدا، وخصوصا ان ده ممكن لا ممكن يدخلني في مرحله ان انا جاي من بطوله انا جاهز، انا فت انا في الفورمه مش داخل في، بس برضه احنا عندنا اصابات. بالزبط. تمام، فهي دي النقطه السلبيه اللي ممكن احنا النهارده هنواجهها في المباراه بتاعت النهارده. علي معلول، حسين الشحات، ايمن اشرف، ووليد، بس حسين الشحات ايقاف مش اصابات. ووليد سليمان، يعني دول الغيابات. الغيابات طبعا عناصر اساسيه وليها تاثيرها، ولكن طبعا المقوله الشهيره اللي احنا عارفينها، الاهلي بمن حضر. ان شاء الله النهارده الاهلي هيثبت تواجده باذن الله في مباراه المريخ السوداني. جميل. طيب احنا طبعا كلامنا مع حضرتك لم ينتهي بعد، هنستاذنك هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل دردشه. اتفضل. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، وخليني بقى انا وكريم نكمل مع حضرتك دكتور احمد ونتكلم على المباراه اليوم. واكيد لو هنتكلم ثاني، وده موضوع اعتقد يعني قتل بحثا، ولكن مهم ان احنا نخش في التفاصيل اللي ما حدش اتكلم فيها قبل كده. المريخ السوداني احنا لو هنيجي نتكلم عنه تحديدا لعب 4 مباريات اخيره، لو احنا هنتكلم او نحللها، تعادل في او يمكن اكتر كمان، تعادل في 3 أو 4 وفاز في واحده. فهذا الاداء هل حضرتك شايف ان هو يعني مبشر بايجاب ام سلب ليه هو كفريق مش لينا احنا؟ هو فريق النهارده بيعتمد على التدعيمات، وهيأثر عليه ان هو دايما خارج ملعبه بيبتدي يلعب على النواحي الدفاعيه بشكل كبير، مش عاوز يخسر، مش هجوم يعني. بالظبط. ولكن في ملحوظه من خلال اللي حضرتك قلتيه، هو على ارضه ما تهزمش ولا مره. انا بتكلم على السيزون الحالي، سواء على المستوى الدوري او على مستوى المباريات الافريقيه، ما تهزمش على ارضه خالص. وتعادل فقط. بالظبط. بالظبط. برضو احنا بنتكلم النهارده المستوى الدوري في السودان عامه هو مش دوري قوي، هو مستوى متوسط، ولكن احنا دايما الاهلي بيحترم الفريق المنافس وبيديله قدره. اكيد. بالظبط. فخلينا نستعرض برضو المشوار الاهلي ومشوار المريخ على المستوى الدوري. تمام. هنلاقي برضو هما الاثنين لعبوا 9 مباريات، ترتيب طبعا في مباريات مؤجله في الدوري السوداني لفريق الهلال، يعني السنه دي فريق المريخ هو الترتيب الاول، ولكن في مباراه مؤجله لفريق الهلال لو كسبها يبتدي هو يبقى الفريق الايه رقم 1. هنلاقي برضو من النقاط او الارقام المميزه هنا، هنلاقي ان هو دخل فيه 3 اهداف فقط. تمام، ده رقم برضو بيدينا مدلول ان هو الناحيه الدفاعيه بتاعته بتبقى مرتفعه، هو بيلعب على النواحي الدفاعيه كويس. برضو خلينا نقول ان هو بيلعب على المخزون البدني بشكل كبير، وبيلعب على الالتحامات القويه خصوصا في الشوط الاولاني، بعد كده المخزون البدني لوحظ في الشوط الثاني بيبتدي ينزل. عشان كده النهارده مستر بيتسو بيأكد على ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا ننهي المباراه من الشوط الاول، لان برضو عايزين نلعب على حته ان الاجهاد اللي ممكن يتعرض ليه النادي الاهلي نتيجه خوضه المباريات القويه. بالظبط. طيب. بالظبط. في برضه ممكن نستعرض المشوار في على المستوى الافريقي، هنلاقي ان هو لعب 4 مباريات، وطبعا لعب مباراه قويه جدا مع انيمبا النيجيري وكسبه على ارضه، في المقابل برضه انه خسر في المباراه لما طلع من بره ارضه. يعني هو دايما على ارضه بيلعب بشكل واضح جدا، قوي جدا، المخزون البدني عنده بيبقى عالي نتيجه الاستثاره ان هو بيلعب على ارضه. ولكن برضو حته الارض، احنا بنتكلم على البنيه التحتيه في السودان، الارض او النجيله مش على المستوى العالي، عشان كده احنا ان شاء الله نحقق النهارده نتيجه ايجابيه عشان نتجنب اي حاجه ممكن تحصل في المباريات اللي هي مباراه الذهاب.
بس دي كده الارقام. هو لما يكون الفريق متعود، انا مش بتكلم على الاهلي بتكلم على فريق المريخ، لما يكون الفريق متعود ان هو بيلعب زي الفل وبينتصر على ارضيه ملعبه اللي هي مش قد كده قوي ويروح يلعب ماتش على ملعب زي الفل، ايه بقى اللي بيحصل؟ بيحس يعني بيحس بغربه وقتها ولا بالعكس ادائهم بيتطور نظرا لان الملعب ممكن لطيف؟ في النقطه زي دي اللي بيحصل تطور للفريق بقى المنافس، المنافس هو اوريدي بقى بيلعب على ارضه تمام، وهو الفريق المريخ السوداني مش متعود على الارض اللي راح يلعب عليها، فبالتالي بيحصل انخفاض في مستواه. فاي فرقه النهارده دايما بتبقى على الارض بتلعب على ارضها في طول في موسم الدوري فبتبقى متعوده، على العكس لما بتبتدي تخرج من بره ارضها الفريق المنافس بيبتدي هو اللي يلعب على ارضه فبيبقى متعود على الارض اللي بيلعب عليها، خصوصا ان الارض في زي ما اتفقنا في السودان الارض مش او البنيه التحتيه عامه مش عاليه. لكن هم عموما يعني الى جانب المدرب المستجد عندهم فريق المريخ كمان هم استعانوا في الفتره الاخيره بخمس صفقات بالزبط من اللعيبه من جنسيات مختلفه بالظبط، نيجيريا كمان نيجيريا وفي جامايكا في الهجوم. الى اي درجه ممكن الموضوع ده ياثر في مباراه النهارده؟ هل هيبقوا قوه ضاربه ولا ممكن يبقى بالعكس ما لحقوش يندموا قوي مع بقيه اعضاء الفريق؟ يعني رؤيتك للتفصيله دي عامله ازاي؟ التفصيله ديت هي رؤيتي فيها تبقى من حته ان هو النهارده الاول مش هيفتح خطوطه، مش هينزل بقوه ضربه كبيره لانه هو عارف هو راح يلعب النادي الاهلي، عارف قيمه النادي الاهلي، عارف ان فريق النادي الاهلي جاي النهارده ثالث عالم حقق البرونزيه، فبالتالي هو النهارده هيلعب على استحياء شويه في الناحيه الهجوميه. هو طبعا من المتعارف عليه ان احنا بيلعب بخطه 4-2-3-1، يمكن في اخر مباراتين هو لعب ب 4-4-2، لكن ما اعتقدش النهارده هو هيلعب ب 4-4-2 قدام النادي الاهلي. يمكن عندنا برضو صوره بتثبت اللعب اللي بيلعبوها كانت في مباراه انيمبا النيجيري، لعب ب 4-2-3-1. زي ما قلت لحضرتك هو عارف قيمه النادي الاهلي، النهارده هيلعب مش هيفتح خطوطه قدام النادي الاهلي، ممكن يبتدي يهاجم على استحياء هجمه او اثنين بحيث ان هو يقول انا متواجد. بس دي واحد دفاعات ان انا بتخيل ان هو النهارده هيلعب عليها. طيب كويس جدا. انا ممكن اسال سؤال جنرال شويه؟ اتفضل. يعني لو هنتكلم عن الدوري الحالي تمام، حضرتك شايف ان كده احنا لعبنا كذا ماتش وبعدين سافرنا وبعدين بنستكمل الاداء لحد دلوقتي للاهلي، حضرتك نظرتك ليه مقارنة بالدوري السابق؟ واحنا كنا متألقين بشكل رائع بصراحة في الدوري السابق وتقال يعني حسم من البداية، فالدوري الحالي احنا الحمد لله احنا ماشيين كويس. يمكن التعادلات اللي جت برضو احنا بنقول ان المدير الفني لسه يا دوبك اول ما جه دخل على بطولة، دخل في بعد كده مباراة تانية على بطولة، ما لحقش ان هو يحط لمسته بشكل واضح، عاوز النهارده يثبت التشكيل بتاعه ودايما في متغيرات داخله معاه، عايز يجرب اللعيبه، عايز يجرب لعيبه كتير بالظبط. وفي النهارده متغيرات داخله معانا، عندك النهارده الاصابات اللي بتحصل، عندك طبعا كوفيد 19 بيحصل لك اصابات في اللعيبه، فكل دي متغيرات هو النهارده بيحاول بقدر الامكان يتغلب عليها ويثبت التشكيل. لكن لو بنتكلم على مستوى النادي الاهلي النهارده انت بتتكلم على اقوى خط هجوم في الفرقه في الدوري، اقوى خط دفاع. ان شاء الله لما نرجع الاهلي المباريات المؤجله هيرجع تاني للمركز الاول، فالحمد لله هو لحد النهارده هو ماشي بشكل كويس جدا. هل اداء النادي الاهلي بيختلف باختلاف البطولات؟ يعني هل اداء النادي الاهلي في الدوري المحلي غير اي مباراه افريقيه، غير اي مباراه في مثلا كاس العالم للانديه؟ طبعا اي بطوله بيبقى ليها المنافس انت راح تلعبه شكله ايه اصلا، زي ما قلنا قبل كده الارقام العامه للفريق، هل هو بيلعب على استحواذ، هل هو فريق بيلعب على الهجمات المرتده، هل هو فريق بيعمل بيلد اب للهجمات، هل هو بيلعب على الكرات الطوليه، ده بيخلي شكل الاهلي يبتدي يدرس الفرقه اللي قدامه وبناء عليه شكل الاهلي بيتغير كشكل اداء. لكن في العموم هو الاهلي كورته واحده، هو دايما بيلعب على الهجوم، عاوز دايما يفوز، ما بيلعبش على التعادل ولا انه يخسر، فدي كده مبادئ عامه. لكن بيبتدي يحصل بس تغيرات خفيفه في شكل الاداء، وده يمكن شفناه مع برضه مع المدير الفني ان هو في كذا مره يلعب مره ب 4-2-3-1، مره يلعب ب 4-3-3، ساعات بيلعب ب 4-4-2، وفي نفس جوه المباراه الواحده بنلاقي برضو اللعيبه بيتغير مراكزها مره واثنين وثلاثه، ما بيثبتش على طريقه واحده. جميل. طب رؤيه المدير الفني التونسي الجديد اللي هو ما بقالوش تقريبا اسبوعين دلوقتي مع المريخ السوداني، وفكره حديثه احنا اتكلمنا في ده في الانترو، حديثه عن الاهلي ان هو طبعا كان بيهزر بيقول ربما انا يعني ممكن اكون اتظلمت في القرعه اللي حصلت، لكن انا سعيد طبعا ان انا بواجه نادي كبير زي الاهلي، وكان ليه كام تصريح يعني لطيف بصراحه. فبتشوف ازاي برضو لان هو مهمه صعبه، هو يعني ان هو برضو ما بقالوش كتير واول خصم بيواجهه بنتكلم قوي هو الاهلي بطل افريقيا، هو برضو صرح تصريح مهم جدا وقال لحضرتك
ان الاهلي هو كتاب مفتوح، ودي حقيقه. اي نادي النهارده نتيجه المنظومه التحليليه اللي موجوده حوالين العالم بتبقى انت تقدر تدرس الفريق اللي قدامك يعني، ولكن يتوقف حاجه واحده طريقه تنفيذ الفريق المنافس للخطه اللي هيحطها. يعني انا النهارده رايح عارف الاهلي بيلعب مين، وعارف الاهلي كلنا عارفين الاهلي بيلعب مين، بيلعب بخطه 4 2 3 1 او بيلعب 4 3 3 وعارف مين اللعيبه وعارف شكل الاهلي، ولكن انا النهارده ايه بقى دوري او ايه دور اللعيب ان انا النهارده اقدر اواجه الخطه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي. يعني زي ما هو بيقول فعلا الاهلي كتاب مفتوح، ولكن يتوقف تنفيذه لانه يقدر يواجه قوه النادي الاهلي. صح. طيب دلوقتي يعني اخر سؤال بقى لحضرتك، في المشوار الافريقي الحالي ورحله البحث عن النجم العشرة، شايف فرص النادي الاهلي عامله ازاي؟ اقول لحضرتك انا دايما متفائل ان شاء الله ان شاء الله، يمكن الحمد لله. يمكن مش عايز اقول بقى ان احنا وشنا حلو على النادي الاهلي، النادي الاهلي هو اللي وشه حلو علينا، وشنا حلو على بعض بالظبط من اول الدوري وبعد كده الكاس مرورا بافريقيا وثلاثه ان شاء الله هيبقى، وخصوصا ان المجموعه انا شايف ان شاء الله المجموعه ان تقدر تطلع اول مجموعه ان شاء الله بتحقيق الانتصار، خصوصا في المباريات اللي تبقى على ارضك، عشان طبعا زي ما احنا عارفين في افريقيا الملاعب هناك بتبقى الموضوع سيء جدا، خصوصا ان احنا في مباراه الذهاب مثلا مع سونيدب كسبنا هناك 1-0 نتيجه ان الارض كانت في منتهى السوق، جينا في القاهره كسبنا 4. فانت بقدر الامكان دايما المباريات اللي تبقى على ارضك تحسمها، وبيبقى كمان بفرق اهداف بحيث ان انت يبقى ليك الافضليه والاغلبيه ان انت تطلع اول مجموعه باذن الله. يا رب. نورتنا يا دكتور. ليا شرف دايما اكون معاكم دايما. شكرا ليك احنا بنسعد بوجودك. وبالتوفيق ان شاء الله النهارده للفريق. يا مسهل الحال وان شاء الله ان عشنا باذن الرحمن نبتدي الحلقه من هواند وهي بتقول صباح النور. يا رب ان شاء الله نشوفكم على خير، الى اللقاء.